هنا سؤال يا شيخ عن هذه الآلة التي هي لصيد الحشرات يا شيخ، حكم استعمالها؟ الحشرات المؤذية يجوز قتلها لكون ما كان مؤذيا، يجوز دفع أذاه بما يندفع به من قتل أو غير ذلك مما يندفع به. هذا من حيث جواز قتل الحشرات. أما غير المؤذي فإنه يكره قتله. أما المؤذي من الحشرات كالذباب مثلا الذي يسقط على الطعام ويفسده أو ينقل الأمراض، أو النامس البعوض الذي يؤذي الناس بالقرص، فهذا يجوز قتله. طيب، ما يجوز قتله من الحشرات يندرج في حديث أوس في صحيح البخاري، شداد بن أوس في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا يشمل قتلة كل شيء، سواء كان ذلك من إنسان أو من حيوان أو من حشرات أو من غيرها مما يقتل، فإنه ينبغي أن يراعى فيه التوجيه النبوي، وهو إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أحسن الله إليكم يا شيخ.